بعض الأضحية لشيخنا العلامة ربنا يحفظه. شكرا. الله يحييك. بسأل عن إنه يمكنني أنا يعني أبقى حجج الوالدة، فيمكن أن أقترض المال إن هي تحج؟ إيه نعم يقترض، يجوز للإنسان يا إخواني أن يقترض، لأن الآن لو جانا واحد وقال يجوز أقترض وأروح لبها، ولا يجوز أقترض وسافر مثلا لمصر أو لأي دولة أخرى، يجوز أقترض، نقول له يجوز تقترض. فإذا كان يجوز أن يقترض الآن للسياحة، ما يجوز يقترض الآن للحج اللي هو ركن الإسلام. لكن بهذه المناسبة يا شيخ خالد، أنا أحب أن أذكر إخواني المستمعين وأخوات المستمعات، تفضل. الحج هذه السنة له ظروف خاصة أكيد، والدولة جزاها الله خير نظمت الآن هذا الأمر. والعدد محدود، والآن يعني إخواننا المقيمين في بلادنا المملكة العربية السعودية سيكون لهم نصيب أيضا في الحج. نحن نريد يعني مثل ما فهمنا من الدولة أن هذا الحج، حتى لا يفهم بعض الناس أنه بس على السعوديين خاصة، لا، هذا الحج لإخواننا المقيمين وللسعوديين. وأنا يا إخواني ألتمس وأتوسل أنه ما يحج السنة دي إلا أصحاب الفروض، صحيح، يعني اللي ما بعد حج، أما اللي حج يوسع يا إخواني على إخوانه، لأن العدد محدود جدا، وأنتم تعرفون مخاطر هذا المرض. نسأل الله يكفينا وإياكم شر الوباء. لا نريد يا إخواني أن الناس يعودون من مكة من بلد الله الحرام أشرف بقاع الأرض موبوءون، يرجع الواحد لأهله بالوباء. يا إخواني الإنسان اللي ما بعد حج ويريد أن يحج، الحمد لله مجال مفتوح، ها؟ نعم. سواء كان سعودي أو غير سعودي. أما الإنسان الذي قد حج وأنت قضى فرضه، أنا والله أدعوه يخفف على إخوانه ويبعد نفسه عن هذا الوباء، يبعد نفسه عن هذا الوباء، ويفتح المجال للناس الذين لم يحجوا. يؤذر يا إخواني الناس يؤذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ونحن الآن ما عندنا إيثار ان حجينا الان وقضى الواحد فرضه خلاص، ينتظر يا اخواني، ينتظر ويقدم غيره من اجل ان يقضي فرضه، لان الاعداد محدوده مثل ما فهمنا من القرار اللي صادر، محدوده. وينبغي يا اخواني ان نتعاون مع الدوله، يجب ان نتعاون مع الدوله وان يستفاد من حج هذا العام اقصى فائده في الذين لم يحجوا، الذين لم يقضوا فروضهم، ويكون أيضا يا إخواني يعني باتباع الإرشادات والاحترازات الموجودة، والأيضا اللي يخاف على نفسه يؤخر. يا إخواني تتعرفون الآن الجمعة عطلت عند الناس حوالي أكثر من شهرين، عطلت الجمعة مع أنها من شعائر الإسلام العظيمة جدا، من أجل ألا ينتشر هذا الوباء. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه أيضا يؤجل الحج، نعم. وعنده إن شاء الله سنوات قادمة وربنا يعطيه عمر. نعم.